السلام عليكم من سان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناه حرفي يابان. فيديو النهارده هو ان احنا هننقل في بيت جديد ان شاء الله، وتعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. ده باب البيت، هي شقة دور تاني لكنها منفصلة، ليها باب منفصل في الدور الأول وليها سلالم خاصة بها في المدخل، وفيه الأدراج بتاعة الأحذية. هو نظام الشقة مختلف شوية عن المعتاد، زي ما قلت ليها باب منفصل مع إنها دور تاني. بعد كده بتطلع السلالم اللي بتودينا لباب الشقة، فبنحس إنها مثلا زي بيت كده دور واحد أو مثلا مكان منفصل. بعد ما بندخل من باب الشقة في الوش كده، أول حاجة بنلاقيها اللي هو الليفينج، فيها تكييف. ده تكييف بيبقى تابع للشقة نفسها، يعني بتركب فيها بالفعل. الشقة اللي فاتت كان برضك فيها نفس اللي هو الكلام، اللي هو تكييف في الليفينج تبع الشقة، واحنا بنجيب التكييف اللي بيبقى في الغرف. الشقة دي جديدة شوية، وحاطة تصميم الجدران أو ورق الحائط مختلف شوية عن النظام الحديث. الشقة اللي فاتت كانت قديمة شوية، والنظام الياباني كان كلاسيكي فيها. هنا الاوبن كيتشن بيطل على الليفينج، مفتوح عليها زي الشكل ده كده. اعتقد ان النوع ده بينتشر اكتر حاليا، وهو نظام جميل وانا بحبه قوي. الادراج بتاعه المطبخ في اليابان بتبقى مصممه منها فيها، يعني بتبقى متثبته كده في الحيطه، يعني ثابته، والادراج دي اكبر شويه من ادراج المطبخ اللي فاتت. دي مروحه المطبخ والنور، والصوت مزعج قوي، انا اتخضيت اول ما سمعته. البوتاجاز برضك في الغالب بيكون مصمم او مركب في المطبخ بالفعل، فمش بنشتري بوتاجاز، بيبقى فيه شوايه صغيره للسمك او الطوسطه او اي حاجه بنشوي فيها. يعني الدرجة عامه بتاعه المطبخ اكبر شويه، والبوتاجاز 3 عيون، اللي فات كان 2 بس. الأبواب هنا كلها سلايد دور، لكن صوتها ملحوظ زي ما سمعتم كده، والإضاءة كلها بتبقى بالأزرار والريموت كنترول. دي الغرفة الأساسية أو الأكبر في المساحة بالنسبة للأوضة التانية، وفي مكان التكييف بالفعل متحدد، يعني مكانه هو هنا جنب الشباك تقريبا. الشبابيك كبيرة والمناظر جميلة قوي اللي بتطل عليها. دي الأدراج أو الدواليب، لكن مساحتها أقل من مساحة الشقة اللي فاتت، فالواحد محتاج يفكر في الحاجة اللي عنده وشايلها في الدواليب دي. ودي تعتبر من عيب الشقة دي إن مساحة الدواليب فيها صغيرة أو ضيقة، فمش هتاخد الحاجات الكتير اللي عندنا. الأوضة اللي جنبها هي الأوضة الأصغر في المساحة، وتقريبا هي نفس النظام، الدولاب والشباك والحاجات دي. جنب الأوضة دي على طول اللي هو التواليت، في وشها غرفة الغسيل وغرفة الشاور. الغرفة جميلة لكن الإضاءة فيها ضعيفة قوي أو خفيفة كده زي ما شايفين. طبعا موجود مكان محدد للغسالة. غرفة الاستحمام فيها خاصية الزراير دي، فيها ميزة إننا نعلق الغسيل هنا كده ونشغل اللي هو المجفف، وبيجفف الهدوم. بعد كده في الغرفة التالتة، وهي بتطل على الليفينج جنب البلكونة أو البراندا، وهي الغرفة الوسط في المساحة. الباب فيها بيفتح من الناحيتين، يعني نختار أي ناحية إن احنا نفتحها براحتنا بقى. فيها شباكين بيطل على الشارع الرئيسي او الشارع اللي هو بتاع مدخل العمارة او مدخل البيت. الشباك مش بيفتح لاخره، مثبت بطريقة معينة ومساحة معينة، وفي الشبكة دي ليها جزء زيادة عشان لو احتاجنا مثلا ان احنا نستخدم اكتر او في حصل فيها تلف. الدولاب نفس النظام، هو أصغر شوية من الباقي. السقف أعلى في الشقة دي، والبلكونة برضك نفس النظام.
البلكونة نظام انر بلكوني، وانا بحب النظام ده عامة. السبب ان احنا هنقل في بيت جديد طبعا كنا بنفكر في الموضوع ده اصلا من زمان، بس اكتر سبب خلانا ان احنا بقى نفكر بجديه ان زوجي زي ما انتوا عرفتوا مثلا في الفيديو الاول الاسئله والاجوبه، ان هو حول او غير شغلته، ساب الشغل اللي هو في الشركه ويشتغل دلوقتي شغل حر في البيت. طبعا كنا من الاول قاعدين في المكان احنا فيه دوت بعيد عن منزل والدته بكتير قوي، يمكن ساعه ونص ساعتين بالعربيه، لو خدنا الطريق السريع ممكن ساعه، فطبعا المسافه كانت كبيره، فهم ان هم يجولنا وكده واحنا نروح لهم، فكان الموضوع مرهق شوية في الوقت وكمان بيكلف مثلا لو احنا خدنا طريق سريع. فطبعا الأفضل إن احنا نكون قريبين منهم وهم قريبين مننا، فاخترنا إن احنا ننقل البيت أو إن احنا نغير بقى ونروح المكان اللي هما يكونوا قريبين منهم. ده كان أول سبب. السبب التاني طبعا إن أنا كان نفسي إن هو يكون بيت أكبر أو مكان أوسع شوية. هو مكان المساحة تمام مش مختلفة كتير، بس هو المكان ده فيه 3 غرف، في 3 اوض يعني، فهحاول ان انا مثلا هوزع الحاجات لو انا مثلا ايه في البغاء او كده. كمان بالنسبه للسبب بقى اللي جاب اخرنا خالص ان هو السلالم، ان هو طبعا البيت اللي احنا كنا فيه انتوا عارفين هو في دورين، دور اول ودور تاني، وفي سلالم في الدور التاني. فالسنه اللي فاتت كريم وقع على السلالم واتعور تعوره جامده جدا، خد فيها 4 غرز، وكان وقت صعب قوي لحد دلوقتي، وانا كل ما اشوف السلالم دي بحس انا يعني متعقده خالص، وبحاول ان هو ما يطلعش او ينزل السلالم لوحده ويكون مرعوبه بكده. فده بقى حاجه من الحاجات اللي هو بتخلينا او خلتنا فعلا نفكر بجديه او ان احنا نغير اللي هو نظام الشقه، او الشقه تكون اللي هو بتبقى يعني دور واحد، ما تكونش على دورين او من بينها سلالم. فده كانت الحاجات برضك اللي احنا فكرنا فيها. كمان طبعا الشقه قدمت شويه او هي اصلا قديمه، ففكرنا انها تكون شقه تفضل انها تكون كده شويه. كنا بنفكر كتير ان احنا نغير الشقه، وعم ندور على طريق النت على شقق كتير وكده. طبعا الاسعار تقريبا كلها رافعه يعني غاليه زي ما انتوا عارفين، وكمان ان انت تلاقي شقه مثلا مساحتها كبيره وان هي فيها كل المواصفات دي اكيد بتكون غاليه قوي، فاللي هو على قد اللي هو السعر بتاعنا او كده فالشقه دي كويسه. طبعا ان احنا رحنا مكتب بتاع اللي هو الشقق وورانا اللي هو كان شقه، طبعا انا اخترت دي قلت له لا انا هشوف الشقه دي، بس صراحه ما كنتش حاطه في دماغي خالص ان هي ممكن تكون الشقه دي اللي اختارها، يعني قلت اما اشوفها كده وخلاص. فلما اول ما دخلت بصراحه ارتحت لها جامد، خاصه اكتر حاجه عجبتني هو اللي هو المطبخ، ان بحب النظام اول اللي هو المطبخ المفتوح دون جميل جدا يعني، فعجبني. وكمان الشقه كانت تحس انها جديده، وكمان الارضيه حلوه كده تحس انها طريه حلوه عشان لو حد وقع او كده بتمتص اللي هو الوقعات شويه. وكمان زي ما شفتوا مثلا في حاجات مميزات مثلا اللي هو غرفة الاستحمام والحاجات دي، وميزة برضه كويسة. وأكتر كمان ميزة لقيتها فيها إن هي قريبة من منزل كيكو ماما، تبعد 5 دقايق بالعربية، يعني المسافة بينا مش كبيرة خالص. وكمان تبقى برضه قريبة من منزل أخت زوجي نوتن، تبعد 10 دقايق بالعربية حاجة زي كده، فهنكون قريبين إن شاء الله من بعض. وكمان قريبة من حضانة الأطفال الجديدة 5 دقايق برضه، وقريبة من حاجات كتيرة أوي، فهي إن شاء الله يعني المكان بتاعها كويس. بالنسبه للمساحه فانا قلت ان هي يعني يمكن مش فارقه كتير عن اللي احنا كنا فيها، بس متوزعه زي ما انا قلت كده اللي هو 3 اوض والحاجات. العيب بقى اللي انا شايفاه فيها بصراحه اللي هو الادراج. الادراج مساحتها اقل واصغر من الشاليه اللي احنا كنا فيها. الشاليه اللي احنا كنا فيها كانت مساحه الادراج بتاعتها كانت كبيره قوي، فكانت واخده حاجات كتير وهدوم، واخده بقى حاجات ترابيزات وحاجات احنا كنا شايلينها كناش بنستخدمها. فطبعا لما ننقل هنا هنضطر ان احنا الحاجات دي هنعمل حاجات كتيره قوي، وكمان هنبيع حاجات يمكن حاجات كتير مش هينفع تتباع، عشان هنا في اليابان بيع الحاجات ده بيبقى صعب جدا. بس ان شاء الله احنا كده بنرتب امورنا يعني وكده، وخلاص احنا وصلنا اللي هو الكهرباء ووصلنا الميه، وان شاء الله الغاز هيكون يوم النقل اللي احنا هننقل فيه، وبنرتب بقى امورنا في الشقه اللي هي القديمه اللي احنا فيها دلوقتي، وبنجهز الحاجات وان شاء الله ننقل ونرتب بقى امورنا كده، وربنا ييسر ان شاء الله تكون فتحه خير يا رب امين. شكرا ليكم، وهو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب اللي مش مشترك في القناه، هات لو قناه اكتي قناه ريس بس اكتب بتقدم فيديوهات كوميديا مضحكه، اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. شكرا ليكم، ان شاء الله فيديو جديد الى اللقاء، باي باي.